احنا قلنا في تسريب البرنامج في ليه كذا محاضره يا جماعه، يا ريت كان المهندس هيثم قبل كده عطانا رابط بيشرح تسريب البرنامج من الالف للياء. طيب القناه الخاصه بيا دي الكونتاكتس بتاعتي كلها، فيها اليوتيوب شانل، فيها الايميل، فيها السكاي بي، فيها جوجل جروب. طيب سؤال يا جماعه، نقدر كلنا نكمل الشده لوحدينا؟ المفروض اننا نعرف انواع المصادر في قاموس المصادر قبل توزيعها على الانشطه. انا مش فاهم سؤال يا جست 47، ايه قاموس المصادر ده؟ الريسورسز يعني عايز تحط كل، صعب قوي انك تحط مثلا بند خرسانه مسلحه، انك تحط والله في البرومبير انا بتكلم، انك تحط والله انا عندي خرسانه بقد كده وزلط بقد كده ورمل بقد كده فيطلع البند بقد كده. دي مش عمليه قوي في البروموفيرا، احنا بنعملها بره في اكسل شيت، ناخد الكوست ودايما لو بناخد البادجت كوست دايما الاكشوال كوست تبقى نازله من البادجت كوست. طيب عايزين نعرف الناس هتقدر تكمل الشيت ده ولا لا؟ خلينا نسأل. يعني نشوف بقى هل هنقدر نكمله لوحدينا ولا لا. طبعا هو انا هعمله تاني في معاكم يعني، بس انا قصدي كاساينمنت، انت شايف انك تقدر تعمله لوحدك تكمله؟ ايوه اسمع يعني اسمعني، أنا مش دكتور على فكرة، أنا مهندس. طيب أنا شايف إن الأغلبية العظمى منكم بتقول إنها تقدر تكمله. هنفهم كل حاجة يا جماعة، نظام التكويد لسه ما جاش يعني ما جاش دوره دلوقتي. إحنا دلوقتي شغالين بنعمل أكتيفيتي ليست بس. برنامج بعدين برضو هنبعت لكم السيت اب تاني، او انا هدور لكم على اللينكات حد بيشرح السيت اب كويس، لو ما لقيتش حد يشرح السيت اب واقول لكم عليه وابعته لكم على الجروب. طيب انا شايف ان الناس كده تقدر تعمل الشيت لوحديها ما عدا 5 يوزرز بس، ومعلش هيتعبوا معانا شويه، ولو في مشكله هنقول لهم المره الجايه. السؤال الثاني بقى ان احنا ازاي نبعت لكم الملف. الملف اشرح التثبيت، انا صعب ان انا اعمل ان انستول للبروموفيرا، بس احنا لسه يا جماعه احنا كل ده ما جيناش لمرحله البروموفيرا، احنا كل ده شغالين على الاكسل فقط. يعني انت في الاساينمنت بتاع النهارده مش هتحتاج البروموفيرا في حاجه، والمحاضرتين ثلاثة مش هتحتاج البرمجة في حاجة. أنا النهاردة وديت لكم وريت لكم بس إن سهل قوي بقى ما يبقى عندنا داتا على الإكسل إن إحنا نحطها على البرمجة بسرعة. لكن لازم يبقى الأول عندنا داتا كاملة على الإكسل، نكون حسبنا الديوريشن ونكون حسبنا الريسورسز وحسبنا الكوست وحسبنا كل حاجة على الإكسل. بعد ما نخلص الإكسل خالص
نرفع الكلام ده كله على البريمافيرا بالامبورت والاكسبورت، هيبقى الموضوع سهل قوي. طيب يا جماعة، دلوقتي المطلوب من حضرتك ان انا هبعت لك ايميل في البي او كيو وفي الملف الاكسل لغاية ما وصلنا لهم دلوقتي، والمطلوب من حضرتك انك حضرتك تكمل بقية الاكتيفيتي ليست. فالناس كلها مشتركة في الجروب كده، خلاص نقدر نبعت لها ولا نبعت ايه؟ انا بعت لكم دلوقتي يا جماعه ايميل في الاكتيفيتي ليست وفي البي او كيو، وعايزين بقى اهمتكم ان الناس كلها هتعمل الاكسرسايز دوت، وان شاء الله نتقابل يوم الاثنين يكون الناس كلها عملت الاكسرسايز ومحضره لسته، محضر لسته بالاسئله. يعني ممكن تبقى المره الجايه ناخد نصها مثلا كده أسئلة ونصها نكمل بقية الشرح. الملفات هي اكسل 2010 وبعتها على الجروب، فاللي مشترك في الجروب لو هو مشترك توصل له ايميلات هيلاقي ايميل عنده، لو هو مشترك ان هو يخش يشوف بس فيخش على الجروب نفسها هيلاقي الملفين موجودين يخش يعملهم داونلود. الملفات باكسل 2010. وان شاء الله المحاضرة هرفعها كلها كاملة بإذن الله بكرة على القناة دي. لا يا ريت حضرتك انت اللي تنزل اوفيس 2010، لان احنا دلوقتي بنتعامل مع احدث حاجة موجودة. فياريت يا جماعه كلنا نعمل ابديت، اللي ما عندوش اوفيس 2010 يجيب اوفيس 2010 علشان يبقى معانا ستيب باي ستيب، وهقول لكم شويه تريكات جميله كده في الاوفيس 2010 ممكن ما تشتغلش على الاوفيس 2003. طبعا مهندس الكهرباء والميكانيكا يستفيد من البريمافيرا جدا، وبيطلبوا جدا في سوق العمل يا جماعه مهندسين كهرباء ومهندسين ميكانيكا بلانرز، لان هم في ندره فيهم جدا مهندسين الكهرباء ومهندسين الميكانيكا اللي بيشتغلوا في مجال البلاننج. يعني انا متوقع ان الدوره ممكن تكون ممكن 10 محاضرات، من 10 ل 15 محاضره على حسب. ما هي بتشتغل من 2007 2010 بتفتح اوفيس 2007، ما فيش فرق بينه وبين اوفيس 2010. مهندسين حديث التخرج سهل يشتغل كمهندس تخطيط؟ لا مش سهل، مش سهل يشتغل كمهندس تخطيط. ممكن يشتغل احنا بنسميها سكيدولر، اللي هو ان هو حد يقعد يقول له يعمل ازاي، لكن هو مش عارف يخطط لانه ما عندوش خبره. بس طبعا لو هو اخد الخبره من عندنا من الكورس دوت هتساعده كتير جدا. كان انا بفضل لو مهندس الجدوله، انا بفضل لمهندس التخطيط ان هو يشتغل على الاقل سنه او سنتين مهندس تنفيذ الاول، وبعد كده يشتغل تخطيط عشان يبقى عارف السيكونس بتاع الشغل. هما ملفين، كراسة كميات وملف اسمه اكتيفيتي ليست.
ان شاء الله نخلص الدوره دي نبقى نشوف لو في دورات تانية يعني حسب ما هنشوف ان شاء الله. المهم يا جماعه الناس كلها تحاول، لازم تحاول بنفسك انك انت تعمل الاكتيفيتي ليست وتكمل الباقي وتشوف، هتلاقي نفسك وقفت في حاجه في الاكسل تقوم جاي مدونها في ورقه، وقفت في حاجه في الـ في الـ في الـ في الـ في البروموفيرا اسف في الـ في تصنيف البنود او ترتيبها واكتبها ابعتوا لي، ممكن تبعتوا لي على الايميل اللي هو hani.planning@gmail.com لو عندكم اسئله، بحيث ان الاسئله المكرره ابقى اجاوبها كلها في المحاضره. لا يا باشمهندس محمد انت خش سجل في الجروب، خش سجل على طول علشان لما تقدر تخش تشوف الملفات كلها. اي اسئله تواجهكم يا جماعه ابعتوها لي على الايميل علشان ابقى انا مجهز الردود بتاعتها، وان شاء الله هتبقى لو لقينا يعني في اسئله كتيره في الموضوع هتبقى نص المحاضره الجايه اجابه على الاسئله. لقينا ان الناس كلها ما عندهاش مشكله هنكمل على طول ونخش في الخطوه اللي بعد كده. المحاضرات السابقه هتلاقيها كلها على اليوتيوب تشانل، لو حضرتك دخلت على اليوتيوب تشانل هتلاقي المحاضرات مترتبه من 1 لـ 6 او مش فاكر لكام، هي بنفس الترتيب. الجيست 47 سؤال كويس، ان ده احنا دلوقتي دي اول خطوه حضرتك هتعملها معانا، هي اول حاجه في المشروع بتاعك، وطول ما انا ماشي بعد كده المفروض حاجه هتعمل زيي، بس انا مش هديك بقى الملفات بتاعتي. يعني انا هقول لك انا دخلت عملت كذا وكذا وكذا وكذا، واحنا بنعمل الشرح حضرتك المفروض هتخش وهتعمل زيي بالظبط. وهاجي في كذا مرحله كده هطلب من الناس كلها انها تبعت لي اللي هم وصلوا له لغايه دلوقتي. وده اللي هتاخد عليه الشهاده باذن الله، ده بقى مشروع الايفالويشن بتاعك هيبقى عن طريق مستوى الشغل بتاعك في المشروع، هيبقى ملف اكسل، ملفات اكسل وملفات وورد وملفات بريموفيرا. فياريتك من دلوقتي تجهز كده فولدر كده تحط فيه الحاجه كلها. ولما نخلص عمل البرنامج الزمني خالص هنعمل بقى جيست 47 ازاي هنعمل تقرير شهري ونطلع المستخلص من البريموفيرا. لغايه دلوقتي مش ضروري يكون عندك بريمافيرا، لغايه محاضره كمان قدام مش ضروري يكون عندك بريمافيرا، بس بعد كده لازم يكون عندك بريمافيرا. طب تعالى نسال الناس كده هم يفضلوا ان احنا ناجل ميعاد المحاضره الجايه شويه لغايه لما تقدر تكون ذاكرت شوية ولا لأ؟